وكده الكلام بقى هيبقى رايح جاي ما بين النقد والرؤيه التحليليه، فاستاذنك نبتدي بالنقد طبعا ونشوف كده يعني ايه اولا رؤيه حضرتك للماتش الاخراني بين الاهلي وايسترن كومباني، وبناء عليه رؤيتك للماتش اللي هيحصل بقى النهارده. يعني خلينا ناخد الماتش اللي فات ده نقطه انطلاق بالزبط. فيما يتعلق بالنادي الاهلي تحديدا. الماتش الاخير ايسترن كومباني كان محطه مهمه جدا لجهاز النادي الاهلي واللاعبين ان هم يرجعوا من متاهه راحوا فيها شويه بعد خساره اللقب الافريقي، وكان لابد ان هم يعني ينتبهوا ان في بطوله دوري موجوده على المحك، وفي وانها ضاعت السنه اللي فاتت، وبالتالي مطالبين ان هم يبداوا بجديه اكتر في يعني لاستعاده ثقه الجماهير بهم وثقتهم بانفسهم كمان يعني مع الجهاز الفني الجديد بقياده كابتن سامي قمصان. فانا شايف ان التجربه دي او الاختبار ده نجحوا فيه بدرجه امتياز، ومش عشان عدد الاهداف اللي جه، ولكن نوعيه الاداء الموجود في الملعب والحماسه الموجوده اللي كانت غايبه في فتره من الفترات، وكانت مثار قلق جماهير الاهلي كلها طبعا بدون يعني شك، كان مثار قلق كبير. وبالتالي انا شايف ان دي كانت نجاح للجهاز الفني وكان نجاح للاعبين، وبيتبنى عليه ما هو آت يعني دي نقطه مهمه جدا لاستعاده بطوله الدوري اللي راحت السنه اللي فاتت في ظروف غامضه ظروف غامضه جدا. ايوه صح يا استاذ سامي والله. فبالتالي يعني هم مطالبين ان هم يثبتوا يعني تقديرهم للجماهير زي ما الجماهير بتقدرهم. اكيد طبعا عندهم امل، جماهير لسه عندهم امل، اداره النادي واقفه في ظهرهم واقفه عظيمه بالظبط طبعا. يعني عليهم يعني مسؤوليه كبيره جدا في المرحله الجايه، بدايه مباراه الليله امام الزمالك وفيما وما هو آتي بعد كده حتى نهايه الموسم بالظبط. فيعني العنوان الرئيسي اللي لازم يكون قدام اللاعبين قبل الجهاز الفني طبعا لان هم اللي في الملعب، استعاده بطوله الدوري وتحقيق بطوله كاس مصر ان شاء الله باذن الله.